للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. مرحبا بك أستاذ عمر. وأيضا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي الأستاذ مازن التميمي. مرحبا بك أستاذ مازن. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بكم مع ضيفي الكريمين. نبدأ معك أستاذ عمر، رغم حديث الحكومة عن عدم استخدام القوات الأمنية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، استشهد اليوم متظاهر ولحق بالكثير من الشهداء، يعني إصرار الحكومة على استخدام الذخيرة الحية بما تفسر؟ نعم، دائما ما تتحجج الحكومة أو تصدر في بياناتها بأنه ليس هناك من يستخدم الرصاص الحي وأن الحكومة تتعامل مع هذه التظاهرات بشكل سلمي، وهذا ما يتنافى مع الواقع، حيث تظهر الكثير من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن القوات الحكومية والميليشيات والعناصر التي تدسها هذه الأحزاب في التظاهرات هي من تطلق النار، وكذلك وجود الهويات العسكرية والهويات الخاصة بهؤلاء الذين يطلقون النار، سواء من مكافحة الشغب أو من القوات الأخرى، فضلا عن الميليشيات كما انتشر قبل يوم بأن هناك ميليشيا نجباء وهي أيضا تستخدم القوة المفرطة في هذه التظاهرات. وكما تعلمون العراقي الآن في الشارع يعني يمثل العراق ككل ولا يمثل لا طائفة ولا أي تكتل أو حزب كان، وهو يرفض هذه العملية السياسية برمتها، سواء كانت يعني الحلول الترقيعية أو ما هو قائم الآن، وبالتالي فإن هناك تصدي كبير سواء كانت من هذه الحكومة ومن يدعمها سواء في إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الأجندات الخارجية الأخرى التي تريد بقاء العراق في دوامة العنف. والكثير سقط من هذه من المتظاهرين برصاص القوات الحكومية، حيث بلغت الأعداد إلى الآن أكثر من 350 مدني وإصابة أكثر من 15,000 جريح، فضلا عن اختطاف واعتقال الناشطين بصورة مباشرة الذي بلغ حوالي 3,000 معتقل إلى الآن، معظمهم لا يعرف مصيرهم، وهذه الأعداد هي مهولة جدا ولا يمكن السكوت عنها في أي حال من الأحوال. وإذا ارتضينا يعني بوجود هذه الحكومة أو وجود الأمم المتحدة التي تقاعست فعلا وبشكل مباشر عن الدفاع أو وضع حد لهذه الدماء التي تسيل فيها العراق، وبدأت تحجج أو تتذرع للحكومة بأنها يعني تستخدم هذه القوة أو لا تستخدم هذه القوة سواء يعني في كل تصريحاتها، حتى تعطي شرعية لهذه الحكومة بأن تستمر في القتل إلى أبعد نقطة كانت، حتى تكون هناك يعني تنفيذ الأجندات بصورة واضحة وتتم بفاعلية أكبر. نعم، ستبقى معنا دكتور عمر. ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الكاتب السياسي من لندن الأستاذ مازن تميمي. أستاذ مازن، كيف يفسر هذا القمع المستمر من قبل القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين بعد بغداد انتشر في الأيام الأخيرة في مختلف المحافظات التي لبت نداء الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ليس مستغرب أن يكون هناك حملة مسؤولة من قبل حكومة المنطقة الخضراء، لأن لا يوجد في العراق دولة، يوجد حكومة عصابات مسلطة على رقاب الشعب مدعومة من أمريكا ومن دولة الإرهاب إيران، فبالتالي بالنسبة لحكومة المنطقة الخضراء تستخدم هذه القوة المفرطة من منطلق أنه تتصور كل ما يسقط شهيد أو كل ما يزداد عدد الشهداء أو القتلى انه راح تجهر هذه الثوره وراح تجهر هذه الانتفاضه وربما الناس تتعب او تمل، لكنه هذا يدلل على غباء في رؤيتهم للمشهد السياسي. الثوره عندما انطلقت لكي تستمر ولكي تحقق اهدافها اللي هي اسقاط النظام، وهي كانت نقله نوعيه في هذه الثوره الشعبيه، لانه تحولت من ثوره التظاهرات السابقه كانت مطلبيه، الان الشعار المرفوع هو واحد، اسقاط النظام واسقاط العمليه السياسيه. ولذلك هذا هو اللي خلى الحكومة أن تفقد أعصابها وتوازنها، وبنفس الوقت أن تمارس سياسة البطش والقوة ويتصاعد، وكل ما يزداد القمع والوحشية
كل ما يزداد زخم الثورة وتتسع مساحتها ويتفاعل معها أبناء الشعب سواء على مستوى النساء أو الرجال أو الأطفال. وهذا هو الذي أرعب قاسم سليماني وخامنئي، لأنه وجدوا أكو إصرار وتحدي من قبل الشارع العراقي، ولذلك تجدين هذه الحملة الشرسة الوحشية. نعم. والذي بلغ عدد الشهداء طبعا أضعاف أضعاف الرقم الرسمي المعلن، وكذلك الجرحى تجاوز 25 حسب المعلومات من خلال منظمات موجودة. نعم. إضافة إلى المعتقلين والمختطفين. نعم. إذن هذا هو ديدن عملاء المنطقة الخضراء وميليشيات إيران، بأنه بالنسبة إلى إيران، إيران تعتبرها معركة وجود، ولديها الاستعداد أن تضحي بآخر قطرة دم عراقي، لأنه كل ما يهمها أنه أن تبقى جاثمة وحاكمة في العراق. نعم. ولذلك لا يهمها الشعب العراقي قد يسقط شهيد، وهذا هو عملائهم ينفذون وهم أدوات. ولذلك نحن نستغرب أنه هذا الصمت العالمي والصمت العربي على ما يجري من جرائم وارتكابات، والمجتمع الدولي. طيب. والعربي. ابقى معنا أستاذ مازن التميمي لو سمحت. أنتقل بالسؤال للأستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني القنابل الغاز المسيل للدموع وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها قنابل هجومية مميتة، مع ذلك القوات الحكومية لا زالت تستمر وتصر على قتل المتظاهرين وإطلاق هذه القنابل. المنظمات الدولية الآن يقع على عاتقها ربما دور تالي لهذا الدور، أم أنها ستكتفي فقط بوصف هذه القنابل؟ بطبيعة الحال أن المنظمات الدولية ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تتابع الأحداث، وجميع المنظمات الحقوقية الأخرى ولا سيما المحلية والدولية تتابع الأحداث الجارية في العراق منذ أول تشرين الأول من عام 2019 وإلى هذه اللحظة، وهي ترصد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة وأصدرت تقارير مهمة جدا، وهي تدين هذه الأعمال، وهي تكشف حقيقة الوجه القمعي والتسلطي والدموي للحكومة والميليشيات التي تعاملت مع المتظاهرين بقوة مفرطة. ويكفي أنها وضحت للعالم أجمع بأن هذه التظاهرات سلمية، وهذه القنابل التي تصدرها أو تطلقها القوات الحكومية والميليشيات تتنافى مع القواعد القانونية والدولية التي تجيز أو تحدد الحكومات بأن تتعامل مع هذه التظاهرات السلمية، حيث أن هناك يعني معايير دولية يجب التعامل معها في بحذر تجاه هؤلاء المدنيين، لا سيما أن هذه التظاهرات سلمية وتطالب بحق مشروع يكفله القوانين الدولية والشرائع، فضلا عن الدستور الداخلي الذي يكفل حق التعبير. هذه القنابل كما رأينا أنها تطلق على المدنيين بشكل مباشر وأفقي، وهذا كما قلنا مخالف للقانون الدولي، إذ يجب أن تكون هناك أوزان محددة، يجب أن تكون هناك مسافة تكون يعني في الجو وليس بشكل مباشر، وتتعمد القوات الحكومية في ذلك بإطلاق النار. وأيضا هناك يعني معلومات، وإن صح الخبر، أن هذه القنابل تحتوي على غاز الخردل، وأصدرنا في المركز عدة فيديوهات تبين أن هذه الغازات المستخدمة هي محرمة دوليا، وهناك حالات اختناق تؤدي إلى الموت، وبالتالي هذه القنابل ليست مسيلة للدموع وإنما مسيلة للدماء ومسيلة للأرواح التي باتت تنتهك هذه القنابل الإنسانية، وتنتهك القواعد القانون الدولي بمرأة ومسمع من المجتمع الدولي وحتى الأمم المتحدة. للأسف يعني عندما ترى هذه الإجراءات التعسفية والانتهاكات الخطيرة يجب أن توقف الحكومة عن العمل، وأن تكون هناك يعني دور أممي جاد في هذه القضية وتعلن حالة الطوارئ الفورية. ولكن كما رأيتم أن بلخارس وغيرها تبارك أو تغض الطرف عن هذه التجاوزات والانتهاكات الخطيرة. نعم. وفضلا عن أن هذه المنظمات الدولية ممكن أن تشكل إذا سمحت لها السياسة الدولية ولا سيما
الضوء الأخضر بشكل قليل، أو تسمح هذه الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمات أن تقوم بدورها الإنساني، أن تشكل ورقة ضغط على المجتمع الدولي ككل وليس بمفرده. هذا يعني أن هذه المنظمات هي محكومة من قبل الولايات المتحدة؟ لا نقول محكومة، وإنما تخضع للضغوط الأمريكية بأمر أو ما، وبالتالي أنها تخفف من اللهجة أو تغيب بعض الحقائق أو تغير بعض الحقائق أو تتغاضى عن إصدار التقارير كما فعلت كثير من المنظمات غير منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اللتان ما زالتا تصدر عن التقارير برغم الضغوط الأمريكية عن والإيرانية عن عدم صدور هذه التقارير، لأنها تكشف مدى الإجرام الذي تقوم به القوات الحكومية والحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في هذا السياق نعود لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ مازن، الحديث عن ردود الفعل سواء من المنظمات غير الحكومية مثل Human Rights Watch أو منظمة العفو الدولية. كان هنالك اليوم موقف أمريكي أدان أو حاول ربما إظهار هذه الإدانة من الانتهاكات التي ترتكب في العراق، ركز فيها على حرية التعبير، حرية الصحافة، وقطع خدمة الإنترنت. كيف تقيم الموقف الأمريكي المتأخر من التظاهرات؟ الموقف الأمريكي لا يزال خجول، يعني حتى هذا التصريح الأخير، يعني هذه الجرائم التي ارتكبت صار 40 يوم وأمريكا تتفرج على الدم العراقي في كل محافظات القطر، والدماء اللي سالت دماء شباب عزل واجه الرصاص بصدور عارية وكانت انتفاضة سلمية، وبالتالي العملية الصمت الذي خيم على الإدارة الأمريكية، وإذا بها الآن تصرخ تصريح خجول. لا تزال أمريكا لغاية الآن هي حامية للعملية السياسية ومتمسكة بالعملية السياسية، وحتى أنه تطالب بالإصلاحات. كيف الإصلاحات؟ كيف الإصلاحات؟ يعني من يصلح؟ المالكي يصلح ولا العبادي؟ يعني كيف عملية إصلاح تحت هذا النظام الفاسد؟ المنظومة السياسية بالعراق بكاملها فاسدة، فكيف انه الامريكان يتوقعون يحصل اصلاح حتى انه يريدون يهدئون الشارع؟ انا اعتقد هي رساله تفكير للشارع العراقي، وربما نعم قد يكون امريكا تدفع بوجوه جديده لكي تقول للشارع العراقي هؤلاء غير ملوثين، عليكم ان تعطوهم الفرصه، في حين هؤلاء ربما هم الاحتياط المضموم من الصف الاول او الثاني او الثالث للاحداث الموجوده في العمليه السياسيه. ولذلك على الاداره الامريكيه ان تتخذ قرارات واجراءات، مثل ما تحدث ضيفك في الاستديو، يعني يجب ان يكون هناك اجراءات فوريه من قبل الاداره الامريكيه. الامم المتحده للاسف الشديد لا تزال تخضع لضغط امريكا، ولا تزال تعتبر كدائره من دوائر الاداره الامريكيه، لا تستطيع ان تقوم بشيء. فكيف يعني حتى انه الولايات المتحده تطلب انتخابات مبكره، انتخابات مبكره من حتى يعني يكون تدوير للوجوه الموجوده بالعمليه السياسيه؟ هذا عملي، هذا التصريح هو جاء نتيجه ضغط اعلامي عالمي، ضغط شعبي موجود في العالم بيستصرخ ضمائر العالم، وحتى الولايات المتحدة وجدت نفسها محرجة، لأن يعني هي من صنعت العملية السياسية، هي من جاءت بهؤلاء الفسادة والمجرمين على دبنة سبحتهم، فبالتالي حتى تخفف وتمتص الغضب الشعبي في أستاذ مازن. ولكن يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يلتفت لنضال الشعب العراقي اليوم، يعني اليابان دعت الحكومة في العراق للاستجابة لتطلعات الشعب العراقي. إلى أي مدى ترى أن الحكومة في العراق بدأت الآن يعني تفقد محيطها الإقليمي والدولي؟ سيدي الفاضل، الحكومة العراقية الحالية وحتى من قبل سنين هي أساسا فاقدة للشرعية، ولا تمتلك أي رصيد شعبي، ولكن كل رصيدها هو الحماية الأمريكية وإيران. حكومة المنطقة الخضراء لا تخضع حتى باحترام دولي، وإن كانت تتعامل معها دول الغرب والدول العربية، لكنها تتعامل منها إرضاء لأمريكا وبضغط أمريكا. هذه الحكومة هي ساقطة منذ أول يوم الاحتلال، لأنها جاءت مع المحتل، وبالتالي لم تقدم شيء للشعب العراقي. فلذلك الآن نعم المجتمع الدولي مثل ما تفضلت اليابان وغيرها من بعض الدول بدأت تتحسس أنه العملية السياسية في العراق وحكومة الظل الإيرانية في بغداد أصبحت عبء ليس فقط على العراقي، أصبحت عبء على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، وأصبحت قاعدة للإرهاب، إضافة إلى أنه الشعب العراقي الآن
قدم قرابين من الشهداء ومصر على التحدي والاستمرار حتى اسقاط. بالتالي على المجتمع الدولي اذا يحترم نفسه واي دوله بالعالم عليها ان تقف مع ثوره العراق، وينبغي ان تتخذ اجراءات من قبل الجامعه العربيه اولا، منظمه المؤتمر الاسلامي، من النظام العربي الرسمي، حتى يشكلون حاله ضغط على الامم المتحده، على امريكا. لكن لحد الان النظام العربي الرسمي والحكام العرب لا يزالون في صمت، وفي صمت رهيب. وانا اعتبر اي جهه كانت رسميه او غير رسميه صامته هي شريكه بالجريمه، لانها ترى الجرائم امام عينها. يقتل العراقيين بدم بارد والجميع ساكت وصامت، فهؤلاء يتحملون مسؤوليه تاريخيه. ابسط في ان تسحب سفاراتها من العراق حتى تسكر حاله الضغط، ابسط في ان تجمد عضويه العراق في الجامعه العربيه، يجب ان تندد البيانات. لكن لغايه الان للاسف الشديد المجتمع العربي، النظام العربي الرسمي، لا ادري ولا افهم لماذا هذا الصمت. نعم. هل هو مجارات الى امريكا والى ايران او ربما للاثنين؟ نعم، في هذا السياق بالحديث عن الصمت دكتور عمر، كان هنالك اليوم استياء من قبل مفوضية حقوق الإنسان حول عدم تعاون وزارتي الداخلية والصحة في إظهار الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى في هذه التظاهرات. كيف يفسر هذا التلاعب مع الحقائق التي تجري على الأرض؟ أعتقد برأيي أنه هذه حتى لو كانت هناك أعداد قليلة تظهرها وتطلع المنظمات ومفوضية حقوق الإنسان عليها من قبل وزارة الداخلية والصحة، هو إقرار بالفشل وإقرار بالإجرام الذي تقوم به القوات الحكومية. أيضا هو إقرار بأن الحكومة تنتهك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي سواء كانت أخفت هذه الحقائق أو لا، ولكن هناك من يوثقها بشكل جيد، وهناك حتى مفوضية حقوق الإنسان في بعض الأحيان تخفي بعض الحقائق وتخفي بعض هذا، لأن المفوضية كما تعلمون هي أيضا تابعة وإن كانت مستقلة بالشكل الرسمي، ولكنها في الحقيقة هي تابعة للحكومة وتحاول أن تعطي الصورة الوسط ما بين هذه الوجهة وتلك الرؤى التي تطرحها الحكومة. وبالتالي فهذه الأعداد سواء كانت مخفية أو حقيقية هي تبين مدى جرمية هذه القوات الحكومية والتي تقف وراءها الحكومة بشكل كامل، سواء كانت الرئاسات الثلاثة أو الأحزاب السياسية، وهي تعطي نموذجا غير مشرف لهذه العملية السياسية. وهناك أعداد غير المعلن عنها كما هو معلوم وترصدها المنظمات الحقوقية. وبالتالي القانون الدولي الإنساني يعاقب على مثل هذه الجرائم، من الجهة التي تأخذ على عاتقها المساءلة والمحاسبة ثم تنفيذ العقوبة؟ هنا يعني دعنا نتكلم في مجريات القانون الدولي. بعضهم يقول أن القانون الدولي الإنساني ليس له مصلحة في هذا أو ليس له اختصاص في هذه المرحلة، لكون أنه شأن داخلي ولا توجد هناك حرب معلنة أو قوات خارجة عن الدولة، وبالتالي هو نزاع داخلي أو كما يسمى حالة طوارئ، تكون من اختصاص القانون الدولي لحقوق الإنسان وليس القانون الإنساني. وهذا يعني في نظر القانونيين أو في الوضعية القانونية تختلف عن المسميات وتختلف عن مجرى التحقيق ومجرى المساءلة فيها. وإذا ما ارتضينا بوجود حالة إنسانية والقانون الدولي الإنساني في هذه اللحظة، فإنه من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على المدعي العام أن يحرك من تلقاء نفسه هذه الانتهاكات بشكل مباشر ويضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية. إذا قبلنا بفرضية أن هذه هي تخضع للقانون الدولي الإنساني، أما إذا كانت هناك قانون حالة الطوارئ أو انتهاك حالة الطوارئ والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فهنا هي مسؤولية الأمم المتحدة وبعثة هيئة الأمم المتحدة في العراق المتمثلة في بلاخارس، عليها أن تحرك الآن فورا
أن تحرك ملف الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان أو إلى المجلس الأمن الدولي مباشر حتى يأخذ القانون الدولي مجراه في التحقيق والمساءلة في هذه الجرائم التي تنتهكها القوات الحكومة. وفي كلتا الحالتين يعني المسؤولية هي على المجتمع الدولي سواء كان في القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعني المجتمع الدولي إلى الآن لم يحرك ساكن، سواء أنه يقلق ويقلق تعدى مرحلة القلق البسيط إلى القلق العميق. طيب وماذا بعد هذا القلق؟ هل يعني يموت جميع العراقيين حتى تكون هناك تحرك؟ يعني في القانون الدولي في يعني بشقيه، يعني عندما تكون هناك ضحية نتيجة لإرهاب أو نتيجة لعنف موجه أو عنف ضد مجموعة من الناس بشكل مباشر، فإنه يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وعلى المجتمع. هذا موجود في ديباجة الأمم المتحدة وفي المواد القانونية الموجودة. على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي أن تتحرك مباشرة لإيقاف نزيف الدم أو الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في هذا البلد، وعلى الدول المجتمعة أن تتخذ الإجراءات المناسبة، منها الاقتصادية ومنها الاجتماعية ومنها العسكرية ومنها السياسية. طيب إلى الآن يعني لا السياسية ولا بل بالعكس أنه يعني المجتمع الدولي يزيد من قوة هذه الحكومة ويتعامل معها سياسيا ويتعاطف معها اقتصاديا ويبعث الرسائل المطمئنة ببقاء الحكومة، وهذه التفاهمات أو التي تجمع بين الأمم المتحدة وبين العراق هي خير دليل على أن المجتمع الدولي راضي عن استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين في العراق. نشكرك، شكرا جزيلا لكم دكتور عمر فرحان مدير مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وكذلك الشكر موصول لضيفنا عبر الهاتف من لندن الأستاذ مازن التميمي الباحث السياسي.